أهلا بكم. أكدت الحكومة في بيان لها وصول المبالغ المالية المحملة عبر سفينة صينية إلى البنك المركزي، وكانت مصادر ملاحية قد أكدت صدور أوامر من القوات الإماراتية بمنع السفينة من الرسوب داخل الميناء، فيما قالت مصادر ملاحية أن السفينة رست في الميناء الخميس الماضي بعد احتجاج منظمات حقوقية وتدخل أطراف حكومية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش موضوع الأزمة المالية المرتبطة بالمالية العامة اليمنية في محورين: الأول حقيقة ما يحدث في عدن فيما يتعلق بعراقيل وصول الأموال العامة للبنك المركزي، وفي المحور الثاني تأثير الصراع بين الشرعية والتحالف على أموال البنك ومصالح المواطنين. اتهمت الحكومة في بيان لها أطرافا لم تسمها بمحاولة إفشال عرقلة عمل الحكومة من خلال بث إشاعات بمحاولة الحكومة تهريب الأموال عبر البحر، وقالت الحكومة إنها صاحبة السيادة ولها الحق بإدخال أو منع الأموال إلى اليمن. وأكد مراقبون أن ما حدث في ميناء عدن يرجع إلى الأزمة المستمرة بين الشرعية والتحالف، ما اضطر الحكومة إلى إدخال الأموال عبر البحر بعد منع هبوطها في مطار عدن. نبدأ النقاش بعد التقرير. ما يزال الجدل مفتوحا بين الشرعية والتحالف حول السفينة الصينية التي وصلت ميناء عدن الأيام الماضية، حيث أصدرت الحكومة اليمنية بيانا وضحت فيه طبيعة ما حدث للسفينة التي كانت تحمل وفق بيان الحكومة مبالغ مالية تابعة للبنك المركزي وتم طباعتها رسميا عبر شركة روسية. لكن السفينة التي أتت عبر خطوط نقل تجارة عالمية واجهت عراقيل أخرت من رسوها في ميناء عدن، وبحسب مصادر ملاحية فإن القوات الإماراتية منعت السفينة من دخول الميناء. وأكدت المصادر أن موظفي الميناء عارضوا قرارات القوات الإماراتية لما فيه من سوء سمعة قد تلحق بخطوط الملاحة الدولية. وفق مصادر إعلامية فإن السفينة قد أفرغت حمولتها الخميس الماضي بعد احتجاج منظمات حقوقية وتدخل أطراف حكومية، ما أدى لسماح القوات الإماراتية برسو السفينة وتفريغ حمولتها. الحكومة اليمنية اتهمت في بيانها أطرافاً لم تسمها بترويج حملة منظمة هدفها تشويه الشرعية وعرقلة عملها في المناطق المحررة، وكانت الحملة قد ادعت أن الحكومة تقوم بتهريب العملة، واستغربت الحكومة من هذه الإشاعة قائلة إنها صاحبة السيادة ولها الحق الوحيد في إدخال الأموال أو منعها. بإفادة الحكومة فإن المبالغ المالية تبلغ 36 مليار ريال وقد وصلت إلى البنك المركزي، متهمة الأطراف التي نسجت الإشاعات بعدم الحرص على الوطن، مؤكدة أن تلك الأطراف تمارس نفس أفعال ميليشيا الحوثي والمخلوع. يرجع مراقبون أن التضييق المفروض على الشرعية من قبل التحالف في مطار عدن جعل الحكومة تلجأ لإيصال أموال البنك المركزي عبر البحر، بينما يؤكد محللون أن ما يحدث يدلل من خطورة عدم وضع حد لتدخلات الخليجية في اختصاصات عمل الشرعية. نبدأ النقاش مع مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوف الكرام جميعا. إذن الجدل ما زال مستمر حول قصة السفينة الصينية المحملة بأموال البنك المركزي، ما القصة؟ القصة أنه تم منع هذه السفينة أو الباخرة التي كانت تحمل الأموال، إضافة إلى أنها تحمل أيضا يعني حمولات كان مفترض أن يتم تفريغها في الميناء، لكن تم منعها. هي الخلية نفسها، الخلية التي منعت الطائرة التي كان من المفترض أن تحمل أموال أكثر من 11 مرة، والتي تم على إثر ذلك إعلان بيان رسمي من البنك المركزي، ومنعت هذه الخلية وهي خلية تابعة للتحالف العربي، هي من تدير الميناء وتدير المطار مطار عدن الدولي، هي التي منعت وهي التي للأسف الشديد تحاول إظهار الحكومة أنها أولا حكومة تريد تهريب الأموال، مع أن الحكومة هي صاحبة الحق، وهذا ما جاء في البيان الرسمي أن صاحبة الحق السيادي وهي التي يحق لها إدخال الأموال وإخراج الأموال، لأن هذا هو عمل الحكومة وليس عمل أي جهات أو أي أطراف أخرى. بالتالي هذه الخلية تعمل على إفشال الحكومة، تعمل حتى على عرقلة إيصال المرتبات إلى الناس. يعني ما الحكمة من عرقلة إيصال مرتبات الموظفين وإيصال الأموال إلى الحكومة الشرعية وإلى السلطة التي من المفترض أن يتم دعمها، والتي من المفترض أن هذه الخلية تعمل في إطار
هذه الحكومة وتعمل في إطار شرعية هذه الحكومة ولا تعمل لدى أي جهات أخرى. بالتالي الجدل ما يزال قائما وما تزال هناك هذه ما زال هناك إشكاليات. ويبدو أن أيضا إدارة الميناء أيضا تخضع لهذه الخلية التي للأسف الشديد تريد أن تتحكم بأهم الموانئ اليمنية وتتحكم بالمطار وتتحكم حتى بالداخلين والخارجين. نتذكر قبل ذلك أن العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية الرئاسية تم منعه من الدخول إلى مدينة عدن. أيضا وزير الشباب والرياضة يمنع من الدخول إلى مدينة عدن. هناك الكثير من القيادات لا يتم السماح لهم بالدخول إلى مدينة عدن من نفس هذه الخلية التي تدير الميناء وتدير المطار. طيب إذن ما أهمية الشرعية في ظل هذا المنع؟ تعليقك على هذه النقطة ومن ثم سأعود لأطرح نقطة أخرى فيما يتعلق بأزمة السفينة وتبعاتها. الحكومة هي صاحبة السيادة وهي التي لها شرعية وهي التي لها. عن أي سيادة تتحدثون وكما تقول مسؤوليها لا يستطيعون دخول عدن؟ هي بعض النساء. هو إذا كنا نتحدث عن صلب المشكلة وأساس المشكلة وبداية المشكلة هناك مشكلة حقيقية. هناك تدخل مباشر من قبل هذه الخلية ومن قبل دولة الإمارات في إدارة مدينة عدن. وهذه القيادات التي لا ترضى عنها الإمارات تقوم بمنعها. بالتالي الحكومة لا تريد أن تدخل بصراع مباشر مع الإمارات لأن الإمارات هي جزء من التحالف العربي والحكومة الشرعية حريصة على أن يبقى التحالف كتلة واحدة، حريصة على أن يتم إنجاز تحقيق أهداف التحالف كاملة وأن لا يتم حرب أهداف التحالف. لأنه في الجميع يعرف أن التحالف برمته جاء بدعوة من رئيس الحكومة من رئيس الدولة الشرعي وهو الذي منحها الشرعية. بالتالي أعتقد أن الحل والعقد وأن القرار الأول والأخير ما يزال بيد فخامة رئيس الجمهورية وبيد الشرعية. ما دون ذلك هي إشكاليات وما دون ذلك هي عراقيل. أعتقد أنه لو كان هناك حوار شفاف ولو كان هناك جلسة مصارحة ومكاشفة أعتقد سيتم حل الكثير من الملفات. لكن الحكومة ورئيس الجمهورية يتعامل بحكمة ويتعامل بروية ويتعامل أيضا باحترام وتقدير للتحالف العربي وأيضا لقائدة التحالف العربي التي هي المملكة العربية السعودية والتي نكن لها كل احترام والتقدير والتي ما تزال حتى هذه اللحظة تدعم وبقوة الحكومة وتحركات الحكومة وسيادة الحكومة وقرارات الحكومة أيضا. طيب نشرك معنا بالنقاش خالد عبد الواحد من عدن المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ خالد. نعم أستاذ خالد، تابعتم قصة السفينة الصينية التي احتجزت ثم تم الإفراج عنها وهي محملة بأموال البنك المركزي، ما تأثير ما حدث على النزاع السياسي بين الشرعية والتحالف على الاقتصاد؟ أولا هذه عملية ممنهجة لتدمير ميناء عدن والتشويش على سمعته لأنه خاصة بعد ما اتخذ التحالف. طيب أستاذ خالد لو تخفض صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف حتى نتجاوز إشكالية الصدى والتأخر في الصوت. بعد ما اتخذ التحالف قرار فيما يتعلق بإغلاق ميناء الحديدة الذي يستخدم لتهريب الأسلحة وأيضا للسلاح الأموال إدخال الأسلحة المحرمة وأيضا تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتهريب الصواريخ الإسكود وأيضا الاستيلاء على 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 إيرادات الريادات السيادية من 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 خلال هذا المنفذ لتمويل المجهود الحربي ضد الشرعية وضد دول الجوار ضد التحالف ضد العالم كله. فلذلك هذه العملية تأتي في إطار الشوشرة على ميناء عدن بحيث لا تأم البواخر من كل أنحاء العالم والذي يمكن أن تشكل الآن بديلا للموانئ التي أعلن عنها الحظر. طيب من يقف وراء هذه الشوشرة باعتقادك؟ طيب المساعدات الإنسانية ولكن هذا العمل عمل قرصنة وعمل يشوه للأسف سمعة ميناء عدن. طيب أستاذ خالد تسمعني؟ الشحنة وصلت بطريقة رسمية. طيب للدولة. طيب أستاذ خالد؟ نعم تسمعني؟ نعم اسمعني من الهاتف. نعم. أستاذ خالد حتى اسمعني من الهاتف. نعم. واخفض صوت التلفزيون لو تكرمت. نعم أنا أسمعك من الهاتف.
طيب استاذ خالد، لن تقول ان هناك الهدف شوشره والحق سمعه سيئه بمنى عدن، من باعتقادك يقف وراء هذه الشوشره اذا كان طرفي هذه الازمه هما التحالف العربي والشرعيه؟ يا اخي انا لا استطيع ان اتهم حد لانني لم اكن موجودا عندما اعترضت، يعني عندما اعترضت هذه الشحنه داخل ميناء الحاويات. جاءت قوات لا اعرف يعني مصدرها ولا اعرف من هي، وحاولت اعطت تعليمات بخروج الباخره، وهذه التعليمات خروج الباخره تصدى لها عمال اداره مؤسسه خليج عدن من اداره ميناء الحاويات والعمال، لانهم شعروا انه هذا فيه يعني استهداف لميناء عدن، وبالتالي منعوا يعني اخراج السفينه. والسفينه كانت محمله يعني محمله، هي السفينه السفينه هي تتبع شركه ميركس، وهي يعني باخره فيدر التي تنقل فيدر، يعني الفيدر باخره الفيدر هذه تنقل يعني البضائع التابعه لميناء عدن من الموانئ المجاوره الى ميناء عدن. طيب الحكومه اصدرت بيان وقالت ان شركه ميركس، طيب الحكومه اصدرت بيان وقالت ان هذه الاموال تخصها يعني وتتبعها وهي رواتب. اتواصل ولا يعني بند استاذ خالد؟ نعم بتخلينا تواصل ولا تدخل دائما؟ استاذ خالد تسمعني؟ انا اسمعك لكن انت تحاول تقاطعني. طيب في اطار النقاش نحن نتناقش، طيب انت تقول انك لا تعلم بمحتويات هذه السفينه وتتبع من؟ في وقت لاحق صدر بيان عن الحكومه. لا تفهم كلامي غلط، لا تفهم كلامي غلط. لا لا انا اقول لك من اللي اعترف ودخل الميناء عنوه وبدون تنسيق وبدون اشعار لسلطه الميناء، دخل وحاول يعني يعطي تعليمات لاخراج بالقوه المسلحه لاخراج السفينه خارج الميناء. تمام. بعد ان عزلت اربع حاويات. فلذلك انا لا اعرف من هي هذه الجهه، لانه انا لم اكن انا في الميناء هناك. طيب لا ربما امور كثيره لا تعرفها ولا نعرفها نحن، لكن الان نتحدث في الامور الواضحه والمعلنه. نتحدث في الامور الواضحه والمعلنه على الاقل. صدر بيان عن الحكومه مؤخرا قال بعد يعني ان ظهرت هذه الازمه للعلن ان هذه الاموال تتبع الحكومه وهي مرتبات الموظفين. لا هي ليست مرتبات الموظفين فقط، هذه شحنه يعني هذه شحنه من ضمن شحنات يعني طبعتها الحكومه الشرعيه لدى شركه روسيه اسمها غونزانغ. هذه دفعه من الدفعات التي قد وصلت، لانها وصلت بالبحر، لان كلفه الشحن بالبحر اقل بكثير جدا، الى جانب ان 13 رحله يعني عرقلت من قبل يعني عرقلت وقد يعني قدها في عمان، كان مفترض انها تصل 13 رحله من ابريل الى من ابريل عام 2017 13 رحله عرقلت، وبالتالي اتخذ البنك المركزي قرار بانه يرسل الشحنات هذه عبر البحر. هذه الشحنه الثانيه التي وصلت عبر البحر، وهي جاءت على باخره ميرسك تريدن يعني اسمها ديفون تريدر، وهي تابعه لشركه ميرسك العالميه النرويجيه، ووصلت يعني بعد حصولها على التراخيص من وحده التحالف اللي موجوده في الرياض، ومعها الترخيص ومعها بوليصه الشحن ومعها شهادة المنشأ ومعها كل الوثائق الثبوتية التي تثبت. طيب. ان هذه الشحنة تابعة للحكومة. طيب استاذ خالد، بالنسبة لك ما الذي تكشفه هذه العمليات والممارسات فيما يتعلق بعرقلة وصول اموال البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، سواء من خلال رحلات الطيران التي كما ذكرت وحددتها ب 13 رحلة عرقلت، او ما يخص في عبر البحر، ما الذي تكشفه هذه العمليات والممارسات برأيك؟ هذه كما قلت لك عملية ممنهجة لتدمير ميناء عدن، وللاسف كثير من الناس تتماهى مع هذا الفعل الشنيع المشين، الفعل المشين. طيب. عن 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 غباء. طيب. وما يخص منع الرحلات الطيران؟ يا عزيزي خلينا اتكلم، يعني تدخل لي في حاجه، قد قلت لك انه رحلات الطيران 13 رحله. ايوه. اوقفت بعد ان كانت قد حملت هذا ورجعت. الاموال رجعت بدون اي مبرر، بدون اي سبب. 13 رحلة من ابريل، هذا صرح فيه مجلس إدارة البنك الأهلي، مجلس إدارة البنك المركزي. تمام. مش احنا اللي صرحنا. طيب لذلك
طيب استاذنك بالبقاء، نعود لضيفنا من الرياض. ساعود لك استاذ خالد من الرياض مختار الرحبي مستشار وزاره الاعلام. استاذ مختار، الحكومه تسيطر على 85% من المساحه داخل البلد، الكثير من المنافذ والموانئ تحت سيطرتها، لماذا كما يطرح البعض تلجا الى هذه الاساليب وهو اشبه بتهريب الاموال اذا كانت صاحبه السياده، لماذا لا تعتمد الطرق الرسميه في ادخال هذه الاموال وبشكل واضح؟ للحكومة الحق في إدخال الأموال بالطريقة التي تراها، سواء بالجو أو بالبحر أو في أي طريقة تراها. بالنسبة لاختيار الطريقة هذا شيء إجراء يمكن أن يتم اتخاذه وقرار يتم اتخاذه عن طريق الأجهزة أو إدارة البنك المركزي أو غيرها من الإدارة المتخصصة في هذا الشأن. لا أعتقد أنه من حق أي أحد أن يطالب الحكومة بأن يتم إيصال الأموال بالطريقة التي يراها هو مناسبة. إدخال الأموال بالطريقة التي تراها الحكومة هذا قرار تتخذه الحكومة، وكذلك المؤسسات التابعة لوزارة المالية تختار الطريقة المناسبة، سواء الأقل تكلفة أو الأأمن أو الطريقة التي تراها، أو أعتقد أنه أيضا جاءت من خلال حتى لا يتم الدخول بإشكالية كما حدث في المرة الماضية حين تم اعتراض أو حين تم منح ترخيص لإيصال الطائرة كانت تحمل أموال أكثر من 11 أو تقريبا 13 مرة، وحينما يتم إعطاء التصريح يتم بعد ذلك بساعات بسيطة يتم إبلاغ الجهة الرسمية أنه تم إلغاء هذا التصريح وانتظروا منا تصريح آخر. بالتالي لكي لا تدخل الحكومة بإشكالية ولكي لا يتم هناك حساب خسائر لإيجار الطائرة التي تحمل هذه الأموال، تم اختيار أعتقد هذه الطريقة، وهي طريقة آمنة وطريقة أيضا مشروعة، وليس كما تحدث به أخي سامي أنه كمن يهرب. الحكومة لا تهرب، الحكومة هي لها الحق السيادي وهي لها تختار الطريقة التي تراها بإدخال وإخراج الأموال كما تراها هي. طيب، بالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن يتم تفهم هذا الوضع من قبل شركائنا ومن هم معنا في هذه المعركة، في معركة تحرير اليمن، يجب أن يكونوا أيضا معنا في هذا، في هذه المشكلة التي نعاني منها نحن، وهي أننا أمام مشكلة حقيقية، أمام مشكلة اقتصادية، أمام مشكلة سياسية، أمام مشكلة مجتمعية داخل البلد. هناك إشكاليات يجب أن يتم التضافر الجهود من أجل أولا أن يتم المساعدة في انتظام تسلم الرواتب، ولا يتم اختلاق أي إشكاليات من أجل عدم إيصال هذه الأموال. طيب سأعود لك أستاذ مختار، استاذنك نشرك معنا بالنقاش أنيس منصور الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا أستاذ أنيس. أزمة السفينة الصينية الأخيرة، ما الذي تكشف عنه؟ طبعا أزمة السفينة هي جزء من أزمات موجودة ومفتعلة، يعني في محافظة عدن تحديدا، في المحافظات الجنوبية التي يتواجد فيها الحزام الأمني والتي يتواجد فيها الإشراف الإماراتي تحديدا، هي جزء من يريد أن يحول عدن إلى ينقل المسلسل الليبي إلى عدن بتعدد من الأشياء، هي فوضى كبير جدا تستهدف الكيان الإداري والمؤسسي لمدينة عدن. هناك من يريد أن يحول عدن إلى جزء، إلى ميناء عدن، إلى متحف تراثي وليس إلى طيب، ولماذا الحكومة تقف عاجزة أمام هذه الممارسات وتسمح بها؟ لماذا لا يكون لها موقف واضح؟ الحكومة ليست عاجزة ولكنها حكيمة وعندها حنكة وحكمة في عملية التعامل بنوع من الهدوء حتى لا تتحول الصراع أو الخلاف الداخلي إلى صراع، ويتحول الصراع إلى اشتباك وإلى معارك، لأن هناك مؤسسات عسكرية وأمنية موجودة للشرعية في هذه الميليشيات التي ليس لديها حتى قرار رسمي. الآن الحزام الأمني الذي يمارس هذا السلوك والانتهاكات لا يوجد لديه قرارا رسميا ويمشي وليس لديه غطاء يمكن أن يمشي عليه، إنما مثل بقية الميليشيات. وبالتالي عندما تتحول المواجهات فإن المستفيد من ذلك هو طرفي الانقلاب. هناك تعامل بحكمة، على سبيل المثال عندما منعت وصول الرواتب عبر الطيران تم استخدام طريقة البحر، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى تحصل أزمة، لكن هناك أزمات بعيدة عن عيون أنظار وسائل الإعلام، عن أنظار المنظمات والمؤسسات. هناك أزمات داخلية
وموجودة يعني أشياء هذه لسه الآن لم تكشفها لا وسائل إعلام ولا مثل هذه التصرفات. هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها عملية توقيف أو منع إنزال الرواتب. طيب بحسب متابعتك أستاذ أنيس، ما الذي حدث حتى انتهت هذه الأزمة وتم الإفراج عن هذه الأموال وخروجها من الميناء؟ الذي حدث أن أقرأ اتصالات مع قيادة التحالف، هنا عدة كثير لأن هناك كثير من الخيارات التي تمت حتى هي تنطلق بمنصور هادي. هناك من يريد، كانت هناك مبلغ على سبيل المثال، أنا أكشف لكم عن معلومة، كانت هناك مبلغ ما يقارب من 150 مليون ريال سعودي تخصص كرواتب ضمن الميزانية، و50 مليون أيضا آخر 200 مليون تم الالتفاف على عملية توقيف هذه ال 200 مليون اللي ظلت تصرف لمدة أشهر من قبل اللجنة الثلاثية على أساس أنه سيتم إشراك الإمارات في عملية دفع الرواتب. اتضح بعد ذلك أن الإخوة في الإمارات خلعوا اللجنة الثلاثية بعد أن تمت عملية توقيف الصرف، فتم إرسال الأموال أو توصيل الأموال وطباعتها كعملية من باب أيضا تخفيف الوضع الاقتصادي ومعالجة قضية الرواتب، فتم منع الرواتب من النزول في المطار. وما أعرف من الذي كشف عنها البنك المركزي في بيان على أن خلية في المطار هي توقيف الرواتب. تم بعد ذلك تحويل عملية نقل الرواتب عبر البحر، وتمت أول عملية أركلة، والعملية الثانية حصلت اشتباكات بل وصلت إلى إطلاق نار ما بين الحماية الرئاسية وما بين قوات الالتزام الأمني عند جولة كالتك عند خروج الرواتب. وهذه العملية وهذه الحاجة لم تتناولها وسائل في آخر منتصف الليل وكانت نوعا خفيف. الأمر الآخر هي العملية الثالثة وهي الأخيرة هذه اللي تمت قبل أيام، كان الأسف كان الموضوع ضمن خيار أنه سيعود الرئيس عبد الرب منصور هادي سيتخذ عدد من الإجراءات وعدد من الخطوات على أساس أنه سيكون هناك تقارب إماراتي مع الشرعية ومع قادة الشرعية من باب عملية الالتقاء الإنقلابيين بعد وصول الصاروخ الإيراني أو صاروخ الحوثي إلى الرياض. غيرت المعادلات وتغيرت الموازين وتحدثوا لابد من تعميق الجبهة الداخلية وتوقيف التدخلات الموجودة وتوقيف وتحجيم دور المجلس الانتقالي والفوضى الموجودة في عدن. كانت هناك عملية مجموعة من الاتفاقات من ضمنها حتى كان سيعود الرئيس عبد الرب منصور هادي من ألمانيا إلى عدن مباشرة. وما الذي حدث فيما بعد؟ الذي حدث أن 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 للحرب أقصى الله. هناك كثير من السلوك ومن العمليات التي تتم لإحراق عملية الشرعية وإضعافها، تزامنت ذلك مع عملية يعني أنت تنظر وسائل التواصل الاجتماعي وحملة قدرة تستهدف دولة رئيس الوزراء شخصيا، وهذه الحملة حملة قذرة. طيب ما تعتبره أنت أستاذ أنيس منصور، ما تعتبره أنت أنه حملة قذرة ما تم في وسائل التواصل؟ البعض يرى فيها إيجابية، أنها ما حدث في وسائل التواصل وإثارة هذا الموضوع كان دافع وشجع الحكومة على إصدار هذا البيان وتوضيح ملابسات ما حدث، لأن كما أشرت قبل قليل هي العملية الثالثة التي تمنع من خلالها الدخول الأموال من خلال البحر. لولا حدث ما حدث في وسائل التواصل الإعلامي كانت الحكومة ستلتزم الصمت كما التزمت في المرات السابقة. هي لم تشر إلى أي موضوع في المرات السابقة. الحملة اليوم متنوعة ليست فقط في قضية عملية الرواتب، هناك عملية تجييش نقل الساحات المظاهرات، نفس العملية التي تتجه في صنعاء لعملية الانقلاب الآن يحضر لها عملية انقلابية موجودة داخل الجنوب تحت مسمى المجلس الانتقالي، عملية تجييش، عملية تحشيد، عملية ضخ أموال، أكثر من 18 موقع إخباري ممول بالدولار الأمريكي داخل عدن وصحف ومواقع وخلايا كلها تجيش تغاضت على الانقلابيين وعلى الحوثيين وسلطت أقلامها ضد عبد الرب منصور هادي وضد نائب الرئيس وضد دولة رئيس الوزراء تحديدا. وكان الذي نال حملة من هذه ليس فقط في قضية الأموال، هناك كثير من القضايا وكثير من الأحداث، هذه هي التي التطورات التي موجودة الهدف منها إفشال دور الشرعية وإضعافها بل وإنهاءها من أجل يعني سيناريو ربما يكون عودة أحمد علي عبد الله صالح، ربما عملية دخول التدخل في السيادة اليمنية وبعد ذلك تحويل البلاد إلى طيب. وما الذي في ظل كل ما يحدث أستاذ أنيس، ما الذي يمنع الحكومة الشرعية من أن يكون لها موقف واضح وإجراءات عملية تحد من هذه الممارسات التي تقول أنها تستهدفها وتستهدف كينونتها واستمرارها؟ ما الذي يمنعها من اتخاذ إجراءات عملية يقوي موقفها على الأرض؟
طبعا تتعامل قلت لك بنوع من الهدوء ونوع من الاستيعاب ونوع من تحويلها الى الحكومه اليمنيه تتعامل ببعد النظر. الحكومه اليمنيه تبحث عن حل يكون فيه لا ضرر ولا ضرار. الحكومه اليمنيه تستخدم سياسه النفس الطويل والبعد الاستراتيجي في عمليه التعامل، لان لديها خصما استراتيجيا لابد ان نتجه نحوه. وهذه والحكومه اليمنيه ودوله ورئيس الجمهوريه صدق وان طرح كثير مما يحصل مع ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، وكذلك يعني ايضا اجتماع اخر يوم لقاء جمع رئيس الوزراء مع دوله مع رئيس الجمهوريه تطرق الى هذه العمليه، انه لا يمكن ان ننجر الى مرحله المواجهه ولا يمكن ان نرجل الى مرحله الصراع، وسيتم امتصاص كل ما يحصل باسلوب وبطريقه شلوية وبطريقة يعني بعيدا حتى لا يصطاد لها. لو نختم بهذه المعلومات منك، طرح الموضوع على ولي العهد السعودي، ما هو كان الرد يعني، وما الذي يمكن ان تفعله السعوديه باعتبارها قائده هذا التحالف العربي؟ انا لا ادري، لكن اقول لك ان المصادر الرسميه اكدت على ان هناك بشائر خير كبيره جدا، وان بعد عمليه الايراني الحوثي الاخير تغيرت كثير من المواد، تغيرت كثير من المواد على جانب الارض، وتم يعني انه سيتم تحجيم كثير من الممارسات والسلوكيات والانتهاكات التي تمارس داخل الجنوب، وان الحكومه الشرعيه هي التي سيتم التعامل معها، ولا يمكن ان يتم التعامل مع اي كيانا سياسيا خارج اطار الدوله او تحصل هنا وهناك. هذا ما تم الاتفاق وتم التوافق عليه، وهو نحن الان في طور النتائج، ننظر هل ستكون هناك نتائج ايجابيه ام ستكون هناك نتائج سلبيه، لكن نتائج ايجابيه. وان يعني ادير على ذلك انه الذين عملوا حركه عمليه الرواتب انتكست، تحولت الحركه الى هزيمه، وبالتالي في الامر الاخير استسلموا، وكان هناك تكييش على فكره بضارات النفع. اليوم هناك في الجنوب سقطا شعبيا عالما كبيرا جدا الحزام الامني، ومن يقف خلف الحزام الامني بعد ان كان كثير من الناس مغرورين على ان هؤلاء. طيب اشكرك جزيلا، هؤلاء سيبلون الابراج. نعم اشكرك جزيلا استاذ انيس منصور الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض، وايضا الشكر موصول لضيوفنا الاستاذ خالد عبد الواحد ومختار الرحبي كان معنا من الرياض. في ختام هذه الحلقه شكرا جزيلا لكم في امان الله.